السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو اليوم يا شباب راح نعرف شنو ممكن نقدم من خلال هذه القناة. اعتذر على المقدمة يا شباب، مثل ما شفتوا حبيبي انت محتواك العاب، يعني انت هذه المقدمات الباردة والبايخة، اسف على كلمة بايخة راح تجرح كثير من الناس، يعني هذه حق قنوات علوم، حق قنوات يعني إخبارية، هيش مقدمات باردة يعني. أما أنت محتواك ألعاب حبيبي، ما تعرف تقدم محتوى ألعاب، لا تنزل فيديوهات. فشباب راح نشوف اليوم شنو ممكن راح نقدم محتوى، يعني خصوصا أنه ما هذا الشيء على شهر رمضان، شنو ممكن أنا أفيدك، ليش أنت تتابعني، ليش أنت تشترك بقناتي، شنو راح أقدم لك أنا. فالمحتوى هو ألعاب. Oh my God! Wow! يا شباب أوكي، أول نقطة لازم تكون تعرفها، والله شيء جديد يعني اقدم لكم، اسف تكفلات الغل اشتراك. فشنو ممكن انا اقدم لك، يعني انا راح اقدم يا شباب مجموعه من الالعاب بطريقه كوميديه او طريقه مضحكه. اوكي سامج، سامج مو صحيح، سامج كمل الحكي. يعني انا يا شباب راح راح اسوي لكم، اسف والله اسف اسف والله العظيم اسف خلاص. فراح اقدم لكم محتوى يعني كوميدي، واي لعبه انتم تحبون انزل عليها بس اكتبوا لي بالتعليقات. انا بصراحه ودي اني انزل باخر الفيديوهات يعني تعليقاتكم، بس ما في حد لا يكتب اي تعليق، فالحمد لله لانه اللي بده يكتب تعليق راح يكتب تعليق ساخن، هذا الشيء راح يحطمني. فشباب راح ننزل عن كثير العاب، العاب محاكاه طبعا حسب الامكانيات المتوفره عندنا حاليا، راح ننزل عنها هاي الالعاب والمقدمات البارده ان شاء الله راح نبطلها. That's pretty good. والكلام الكثير راح نبطله طبعا، هذا شيء صعب، يعني كثير شغلات راح نبطلها، راح نشوف شنو نقدر نسوي. اوكي اخر مره اسف، خلاص خلاص يا شباب راح ابطل سماعات. طبعا مثل ما الكل يعرف انه شهر الخير قرب، رمضان يعني، رمضان مبارك عليكم سلفا وان شاء الله من رواده سلفا. طبعا بما انه شهر الخير قرب فراح يكون في سلسله جديده بالقناه، راح تكون قصص، عباره عن قصص، اما انه راح انا احكي لكم قصه صارت معي من حياتي راح تكون كلها كذب امزح خلاص، واما انه راح اجيب لكم قصه من برا، يعني ابحث عن الانترنت قصص ممكن احكيها تكون ممتعه ومسليه، مو بارده وبايخه، يعني كل هذا الشيء مشان امتعك عزيزي المشاهد. انت فقول لي دا تستمتع ولا ما دا تستمتع، يعني عبر لي عن مشاعرك. انا اشوف مشاهدات عندي على القناه 35 40 قناه شهره، كل هذه الاشياء، بس ما في حدا قاعد يشجع. اكتب لي تعليق، اي شيء اكتب عادي، يعني اتقبله منك حتى اذا تعليق صغير، انت بس المهم اكتب لي تعليق، يعني ما عليك. شارككم بما انه احنا عائله وانا احبكم متابعين الاعزاء. مضحكة بس إن شاء الله هذه بالمستقبل، إن شاء الله بشهر الخير رمضان يعني. وقلنا لكم الألعاب، أي لعبة أنتم تحبون إني أنا أنزل عليها بس اكتبوا لي بالتعليقات راح أنزل لكم عليها، أي شيء تريدون أنزل لكم عليه أنزل لكم عليه، ما عندي أي مشكلة. لا فكرت عندك مشاكل، لا إذا عندك مشاكل زاد قول عادي، أنت مشهور. فهذا الفيديو يا شباب حبيت إني أعطاكم على هاي المعلومات اللي ما فهمتوا منها شيء، لأنه أدرك كثير وأعتذر على هذا الشيء. وهذا فيديو اليوم.
جامعكم أخوكم صابر. السلام عليكم.